نشكر مؤسسات حسن الثاني للمهاجرين في اوروبا وفي الخارج اللي عرضت عليا باش نقدم هذا المعرض ديالي ريتروسبكتيف اون ريشيرش نتاع 25 عام ديال الخدمه اللي تتقدم فيها اللوحات الاولين ديالي وكل لوحه جايه من اون كوليكسيون دونك واحد لابارتي ديال اللوحات تخدموا في فرنسا وواحد اللوحات كانوا عندي في ستوك والناس اللي سلفوا لنا اللوحات باش نقدموهم للناس نتاع الرباط لهذا المعرض هذا. ترحب بكم، تنشكر المؤسسه وتنشكر مدام فاتحه ملوك اللي عرضت عليا. مرحبا بكم تجيو تشوفوا هذا المعرض هذا اللي غادي يبقى من 26 من 26 ديال هذا الشهر حتى 27 في الشهر الجاي ان شاء الله. مرحبا بكم وتنشكر اي مغربي اللي جاي يشوف هذا المعرض هذا. فيه واحد اللوحات نتاع زنزال نتاع الناس الحوز اللي انا الوقت اللي وقعت الكارثه كنت في الطياره كنت داخل فرنسا وليت باش نخدمهم هنايا وتنقدم ثلاثه اللوحات اللي تيعبروا على الحزن ديالي والله يسهل عليهم والله يشافيهم والله يرزقهم الصبر. لي غوشيرش ديالي الاخرانيين هو تنصوبوا مع الناس ديال لا ريجيون ديال مكناس تنصوبوا طابيات تيتانسبيراو من الطابلو باش يصوبوا طابيات. سيت اون كوليكسيون سيت اون كابسول كوم اون دي واحد خمسه ديال الطابيات اللي غادي يكونوا ولا سته ديال الطابيات وغادي نحبس بوتيتر من دابا 10 سنين ولا 20 عام الا بقيت بالحياه نعاود ندير اون كابسول بحال هذه. هاد الخدمة اللي مورايا هي جاردان ايماجينير كوليكسيون جديدة اللي غادي نخدم فيها لي غوشيرش ديالي بديتهم في هاد الخدمة هادي نتاع الطابلو اللي مور ظهري بديتهم هادي واحد 20 عام وانا كنخدم فيهم ودابا عاد رزقني الله لا فولونتي باش نكملهم ونكمل خدمتي فيهم وهو هاد الخدمة اللي غادي نبقى خدام فيها ان شاء الله الا بقيت بالحياة من دابا واحد شوية ديال الوقت وتياخذوا الوقت بزاف وتيخصهم يتكملوا ويتصبغوا وتقال هازين صباغه بزاف وخص الوقت والتوفيق.